السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنقدم لكم كيك بالبرتقال اللي كيجي مذاق رائع، خفيفة ورطبة وإسفنجية، وبطريقة جد سهلة وسريعة وكتجي لذيذة. جربوها تعجبكم بزاف. نخليكم على المقادير طريقة التحضير. ما تنساوناس اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم وخلطوا في القناة ديالي يصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبه للمقادير كنحتاجو نص كاس ديال الزيت، ثلاثه الكيسان ديال الدقيق الرطب، كاس ديال سائده اي السكر الخشن، كاس ديال الليمون عصير، كاس ديال ياغوت، ربعه البيضات، جوج معالق كبار اي يعني تقريبا برتقاله واحده كنحكوها كنحصلوا على هاد القشور، جوج صاشيات ما يعادل تقريبا 14 غرام، واي كوب عندكم بالنسبه للمقادير عبروا بهم الدقيق وجميع المقادير الاخرى. الخميره الكيماويه 14 غرام. بسم الله نبدا على بركه الله. كنصبوا البيض كنحاولوا نطربوا بيتينا، واللي عنده الميكسر يخلط جميع المقادير ديالها في الميكسر. بالنسبه للمقادير اللي عندنا اللي عبرت انا عبرت بهذا الكوب، واي كوب يمكن تعبروا به، واللي بغى بالغرام يلقاه في صندوق الوصف. كنبقى نطلبو مزيان، بالنسبة لهذا الياغوت يمكن تختاروا اي ياغوت باي نكهة بغيتو. هذا بالنسبة لي أنا عندي ديال الفاني. قشور تاع الليمون نبقاو نطربو مزيان تقريبا تبدو هاديك سميدة، كيكارة سريعة التحضير كتجي لذيذة بزاف. هذا موسم ديال البرتقال يمكن نستغلوه في الكيكه. بعد ما مزجنا الكل كنصبوا الدقيق على هذا الشكل، خميره كيماويه، كنبقى نمزجو هاد الخليط ديالنا مزيان. بعد ما مزجنا الدقيق ديالنا مزيان بحال هاد الشكل، الان نحاولو نديرو في هاد المول الخليط، نحاولو نديرو في هاد المول. هاد المول دهناه بالزبده والدقيق، الان دخل المول ديالنا للفران. الفران يكون متوسط الحراره، ما تكونش الحراره عاليه باش ما تحرق لينا وما تطيبش وتطيب على خاطرها، وما نحلوش عليها الفران مده 35 دقيقه، عاد نحلو لها نقبوها حتى تطيب. بسم الله بعد ما خرجنا الكيك ديالنا من الفران هو طاب صبح على هذا الشكل. الان غادي نحاولوا نحيدوا هذا المول. هيا كتلاحظوا كيفاش جات، راه باقي سخونه. الان غادي نحاولوا نقدموها. الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا بالبرتقال كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه بزاف وبنينه، واحد اللذه فيها لا تقاوم. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.